يبدأ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اعتبارا من اليوم في نشر دراسة حديثة أعدها للإجابة عن سؤال مهم يطرحه كثير من الأساتذة والباحثين، هو ما هي المسارات المتوقعة لإئلاف المسلح تنظيم داعش الإرهابي بعد انهيار دولتهم المزعومة في سوريا والعراق؟ أشار الدكتور محمد عبد الفضيل المنسق العام لمركز الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن الدراسة هي ثمرة مجهود بحثي معمق لوحدات المرصد المتنوعة وتعمل بأحدى عشرة لغة، وتغطي هذه الوحدات تقريبا القسم الأكبر من دول العالم. وتسعى الدراسة أيضا إلى الإجابة عن السؤال الأهم والأصعب، هو أين ذهب مقاتلو التنظيم؟ وما هي وجهاتهم الجديدة؟ وما تأثير فقدان التنظيم لسيطرته على معاقله الأساسية على نمط عمليته وخطة التجنيد التي يتبعها؟ سؤال آخر أيضا، هل سينتقل داعش من أسلوب القتال بهدف السيطرة على الأرض والموارد إلى نمط حرب العصابات وعمليات الذئاب المنفردة التي ضربت عددا من دول أوروبا في الأعوام الأخيرة؟ هذه عدة أسئلة، ومعنا للإجابة عنها عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الفضيل المنسق العام لمركز الأزهر لمكافحة التطرف. فضيلة الدكتور محمد، أهلا بك. وهنا يعني هذه الأسئلة التي رصدها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يعني من خلال دراسة حديثة مهمة، كيف تبدو هذه الأسئلة أولا والإجابة عنها عندما نتحدث مثلا عن بعد انهيار دولة داعش في سوريا والعراق، أين يتجهون وما هي خططهم المستقبلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا السؤال اهتم به اكثر من مؤسسه واكثر من هيئه في العالم، كثير من النقاد في العالم المعنيين بمكافحه التطرف طرحوا هذا السؤال وكان يشغل بالهم، ومنهم ايضا مرصد الازهر لمكافحه التطرف الذي يرصد هذه الظاهره ب 11 لغه كما تفضلتم، وفي ورشه عمل مكثفه شملت جميع الوحدات ومشرفيها توصلنا الى عده نتائج اردنا ان تشملها دراسة عميقة ومحددة تجاوب على هذا السؤال، أين ذهب مقاتل داعش؟ قسمنا الدراسة إلى ثلاثة أجزاء سنبدأ من اليوم نشرها على ثلاثة أيام إن شاء الله، نتناول فيها الإجابة على هذا السؤال أو محاولة إجابة على هذا السؤال. ما هي الإجابة دكتور محمد في رأيك؟ نحن نعلم أن التنظيم كان يسيطر على أجزاء تو كبرى من العراق شملت الموصل ومدن أخرى، وكان يسيطر أيضا على منطقة شرق وجنوب سوريا ومناطق على الحدود مع، وهنا هزموا في هذه المناطق، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى عدة أماكن، هناك بلدان محتملة كانت هدف لسفر كثير من المقاتلين مثل أفغانستان، طريق الحرير المؤدي إلى الصين، هناك قرى في الفلبين ذهب إليها أيضا كثير من مقاتلي داعش، كثير من المهاجرين من أوروبا عادوا إلى أوطانهم وهم الآن قيد المحاكمات، ومنهم من انخرط في وسط اللاجئين، وهناك تقارير غربية متخوفة من أن يكون بين أوساط اللاجئين والمهاجرين من سوريا والعراق مقاتلو التنظيم أو بعض أعضاء التنظيم الذين ينخرطون في الحياة بشكل عادي جدا ثم يقومون بعد ذلك بما يشبه حرب العصابات أو بما تسميها التنظيم الذئاب المنفردة التي ربما يكثف منه التنظيم في الشهور القادمة. رأينا أيضا في آسيا في أفغانستان عمليات إرهابية قام بها التنظيم في الأسابيع الأخيرة في كابول وغيرها، حتى أنه أصبح ينافس حركة طالبان الإرهابية في ضرب بعض المواقع. هنا نرى دكتور محمد يعني القوات المسلحة المصرية تنفذ عملية شاملة في سيناء بعنوان سيناء 2018، هل ترى أن هناك بعض من هؤلاء اتجه إلى سيناء وبالتالي يعني القوات المسلحة المصرية تقضي على فلولهم وتقضي حتى على ما يسمى بالذئاب المنفردة الذين يقومون بعمليات منفردة، يعني كيف ترى هذه الجهود للقضاء على هؤلاء الإرهابيين والتكفيريين؟ في الحقيقة نحن ربطنا بين هذه العملية وبين التقرير الذي نحن أوضحناه، ورأينا هذه العملية تأتي في توقيتها لأن سيناء قد تكون هدف محتمل لبعض مقاتلي التنظيم، لا سيما وأن هناك جماعات إرهابية تكمن في صحراء سيناء وبعض الجبال كانت قد بايعت التنظيم في وقت سابق وقامت بعمل أو بقيام ممارسات وأعمال إرهابية نسبتها إلى التنظيم الداعشي، وظهرت بعض الفيديوهات أيضا لداعش تحث من بايعوه من الجماعات المتواجدة في سيناء وفي مناطق أخرى بالقيام بعمليات إرهابية. فنرى أن عملية 2018 التي تقوم بها القوات المسلحة عملية هامة جدا في توقيتها لضرب آخر معاقل التنظيم أو من بايعوهم في سيناء لتطهير سيناء بشكل تام
من هذه الجماعات المنتشرة هناك والتي تحمل أسماء متعددة، منها من بايع داعش ومنها من بايع طالبان ومنها من يعمل لصالح جماعات إرهابية أخرى في الداخل. فالعمليات نحن نساندها ونأمل أن تقضي بشكل. كيف ترى أهمية يعني في عجالة دكتور محمد تقديم المعلومات ومثل هذه الأبحاث للمساعدة في القضاء على هؤلاء الإرهابيين والتكفيرين وخاصة في سيناء؟ المعلومات مهمة جدا طبعا. طبعا المعلومات مهمة جدا، ونحن نرسلها أولا بأول إلى الجهات المعنية في مصر، وهي جهات كثيرة، نرسلها للمشاركة في رصد هذه المواقع ولرسم خريطة نهائية في مصر لتوزيع الجغرافي للجماعات الإرهابية، الكبير منها والصغير، القديم منها والحديث، وحتى على مستوى الجماعات الصغيرة التي تعمل بشكل منفرد وتنزوي تحت جماعات أخرى كبرى عن طريق نشر. نعم. نشر مبايعات أو نشر فيديوهات ما. طبعا التعاون مهم جدا لأننا نعمل هنا بشكل فكري. إذن يعني بالتوفيق حقيقة، لأن هذه الدراسة مهمة جدا، لابد أن يتم يعني بحث هذه الدراسة والقضاء عليها. أشكرك جدا هاتفيا دكتور محمد عبد الفضيل.